مشاهدينا أهلا بكم على تلفزة تي في في بانوراما الصحافة، وفيه نناقش كالعادة مع أصحاب الرأي والإعلاميين ما تناولته وسائل الإعلام وما غاب عنها في أسبوع. وهذا في البداية كرونيك الحلقة. زحمة كبيرة في البلاد، مش زحمة الكراهب والعباد، لا هذا عادي، أما اللي ما يمكنش نقبلوه على أنه عادي هو زحمة البطالة. 630 ألف تونسي عاطل على العمل، رقم مزعج ومخيف وقت نعرفه أنه الناس يلزمهم يعيشوا، يعني يأكلوا ويلبسوا ويسكنوا ويعالجوا ويترفوا من غير ما ينجوا ويشاركوا التوانسة الأخرين في خلق الثروة اللي عجلتها متعطبة أصلاً. ونخافوا أكثر وقت نعرفوا أن نسبة كبيرة من العاطلين توصل تقريباً للثلث عندهم شهادات جامعية، نتحدث هنا على الذكور والإناث. وطبعاً نفهم أنه الظاهرة عندها علاقة بالمرحلة الصعيبة والمتعثرة اللي تعيشها البلاد، لكن ما يمكنش نتجاهلوا حقيقة أن الاختيارات الاقتصادية والتربوية مش ناجعة كيف ما نشوف في دول أخرى، سواء دول قريبة ولا بعيدة منها. التحدي الكبير أنه العاطل التونسي في الغالب ما هوش عديم التكوين ولا فاقد الخبرة، لا، متعلم ومتخرج من الجامعة، وثم اللي مستواه أكاديمي عالي لكن مش لاقي فرصة عمل. وتقال برشا وتكتب برشا على أنه المشكلة سببها الأول هو التباعد بين برامج التعليم واحتياجات سوق الشغل، وأنه العلاقة بين مؤسسات التربوية ومؤسسات الصناعية والخدماتية هي علاقة ضعفت، لأنه لا الأولى كيفت يعني برامجها مع الواقع جديد، ولا الثانية قادرة على استيعاب عمال وموظفين بسبب كونها باركة وعاجزة. ولأنه زاد ثم قطاعات من اقتصادنا بقات مهمشة ومش منظمة، تولدت قطاعات أخرى، قطاعات ثالثة تعمل على هامش القانون، وهذا معروف عنا بالاقتصاد الموازي اللي يستأثروا به البارونات ويستثروا منه وتدمر احنا عيشتنا. في هالأسبوع قدم المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية نتائج دراسة عملها البنك الدولي على المشاكل اللي ما خليش مناخ الأعمال يتحسن في تونس. اش قالت الدراسة؟ قالت انه الاقتصاد الموازي، اقتصاد بركاكة بركاكة في تونس، يخدموا فيه 41.5% من الناشطين، يعني ما يقرب من 1.5 مليون تونسي. الشيء اللي خلينا نفهموا علاش الحكومة هذه واللي سبقوها زادة عاملة عين رات وعين مراتش في التعامل مع التهريب والغش والتجارة العشوائية وما يتبعهم ساعات من جريمة منظمة وربما حتى الإرهاب، لأنه هذا كله سادد عليها باب بلا اللي هو تشغيل 1.5 مليون من البطالة. لكن لازم نقوله اللي 60% من مجموع الناشطين في هذا الاقتصاد الموازي هم من أصحاب المستوى الابتدائي، و9% فقط من اللي وصلوا للتعليم العالي. وبالابتدائي ولا بالعالي هذا نجاح للجماعة اللي يخافوا ربي في السلطة، هما اللي بيهم ازدهرت التجارة الموازية على أن التجارة من الحلال، والرسول صلى الله عليه وسلم كان تاجر، والنتيجة هاي التجارة ضاربة كل شيء في البلاد. أهلا بكم مشاهدينا إلى طاولة النقاش، ونطرح عليها موضوعين اثنين: ماذا وراء عدم التمديد في اتفاقية الملح؟ حزم أم دعاية انتخابية؟ واحتجاجات الأمنيين مسيرة للغضب الاجتماعي أم استعراض قوة؟ في الموضوع الأول، القرار بعدم التمديد في اتفاقية الملح المبرمة مع شركة كوتيزال نظر إليه في رئاسة الحكومة وفي داخل لجنة الطاقة والثروات الطبيعية بمجلس نواب الشعب على أنه إنجاز وطني كبير يكرس الحوكمة والشفافية، لكنه في المجتمعين السياسي والمدني فضلاً عن الميديا لم يسلم من النقد. نتابع تناول وسائل الإعلام لموضوع هذا المتعلق بالملح مع ندى بن باجي ونأتي للنقاش.
صباح نيوز عنوان مقالها بي يوسف الشاهد يقرر عدم تمديد اتفاقية الملح. كما تناولت شمس فام الموضوع وكتبت رئيس الحكومة يقرر عدم تمديد اتفاقية الملح. من جهتها صحيفة القدس العربية علقت تونس جدل سياسي حول إنهاء اتفاقية الملح مع فرنسا. تونيزي تيليغراف قالت حول اتفاقية الملح إذا لم يقع التنبيه على كوتيزيل سنة 2019 فإن العقد سيمتد إلى سنة 2044. وأشار المقال لتصريح أم زياد اللي قالت ضربت مع المية في الحملة الانتخابية إنما قرر عدم التنفيذ يتنفذ بعد 10 سنين. يا من حياب. موقع بيبنيت أورد تصريح إياد الدهماني اللي أكد فيه أن الحكومة ليست في حاجة للضغط من أي طرف لاتخاذ قرار عدم التمديد في اتفاقية الملح. وفي تصريح آخر لإياد الدهماني تناولته شمس فام نبه فيه أنه لولا قرار رئيس الحكومة لتواصلت اتفاقية الملح إلى 2044. موقع بيبنيت عنوان مقاله بتصريح ناجي جلول اللي قال فيه معلق على قرار الشاهد في وقف اتفاقية الملح السياسة ما تحبش تفركيح. موزيكا فام تناول تدوينة رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في البرلمان عامر العريض على صفحته الخاصة في الفيسبوك بخصوص اتفاقية الملح اللي قال فيها نحن ننجز والبعض اختصاصه الركوب والمزايدة. وفي تصريح لعمر العريض لصحيفة الشاهد اللي قال فيها اتفاقية الملح تنتهي سنة 2029 يتوجب على الدولة في 2019 رفض التجديد الآلي. من جهتها صحيفة العرب علقت الشعبوية تتبع تحركات يوسف الشاهد حملة انتخابية مبكرة. رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يعيد جدل الثروات المنهوبة إلى الواجهة. لمناقشة هذا الموضوع معنا في الاستوديو سيد شرف الدين يعقوبي وهو منسق تحالف الشفافية في الطاقة والمناجم. مرحبا بك سيد شرف الدين. مرحبا سيد سعيد. أهلا وسهلا. مرحبا. ومعنا الأستاذ سمير عبدالله رجل قانون ونشط سياسي. مرحبا بك سيد سمير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. لو أبدأ معك سيد شرف الدين بشكل عام، يعني الملح مش طاقة ولا ثروة منجمية، هو فقط يعني مادة تنتج من البحر. إذن علاش كل هذا الجدل؟ هو الجدل لرمزية الموضوع، لأنه تقريبا من آخر العقود اللي مازالت متواصلة واللي مبرمة مع المستعمر، معناتها مبرمة في 1949. الموضوع أصبح عنده رمزية، حتى الجدل اللي أثاره أنا نعتبره مرتبط بالرمزية أكثر من قيمة الثروة. هذه ثروة طبيعية، صحيح تونس الإنتاج متاعها مهم و90% منه معناتها ماشي للتصدير، لكن الاتفاقية هذه كانت أبرمت في وقت الاستعمار مع الباي وقتها ومع المقيم العام في 1949 وتواصل تطبيقها وما تم اتخاذ حتى إجراء لإنهائها. وحتى الأهم نقطة أنه الثمن بتاع المبرمة به الاتفاقية هذه والثمن المستعمل أنه الهكتار استغلال الهكتار الواحد بواحد فرنك واللي تواصلت معناتها حتىش نحكي في 2019 نحكي على استغلال هكتار من الملح. طيب هذا ظهر اللي هو مخلفات الاستعمار هذا هو. هل ثم شيء أشياء أخرى غير الملح يعني هكذا؟ هي كثروات معناتها أغلب الثروات معناتها نحكي على العديد، تونس تنتج العديد الحديد إلى غيره، معناتها حاليا كلها أغلبها خاضعة لمجلة المناجم معناتها اللي هي مجلة جديدة تسمى في التسعينات واللي تمت مراجعتها بعد الاستقلال هذا هو. وهي أغلبيتها اللزمات هذه ولا الامتيازات هي خاضعة لمجلة المناجم، وبقى كان الملف هذا كما قلت لرمزيته أخذ ضجة هذه، وبطبيعة لأسباب ما تتعلق ب عدم اتخاذ قرار والتباطؤ في اتخاذ قرار وجدل كبير صار على التراخي في اتخاذ القرار في الوقت المناسب. نعم. طيب سيد سمير خلينا نتناول بعض ما تقوله الصحف. شمس فام مثلا تقول لك أنه لولا قرار رئيس الحكومة لتواصل اتفاقية ملح إلى 2044، يعني وكأنه فعلا إنجاز. هل هذا الإنجاز هو فعلا ينم عن قرار وطني وطنية أم أنه هكذا يعني مرتبط بأشياء بكل صراحة أخرى؟ بكل صراحة وباعتباري نشط مستقل ورجل قانون، قضية مفتعلة مفتعلة وزوبعه في فنجان. كيف اشترى؟ في وقت انتخابي لا أكثر ولا أقل.
يعني اتفاقية الملح تقولش علينا نحكيه على اتفاقية بترولية ولا اتفاقية غاز وإلا يعني مناجم أو ديامونت، اتفاقية عادية وعادية جدا ولا تمثل أي رهان استراتيجي بالنسبة لتونس مثل ما تفضلت. يعني أنت توافق القدس العربي يجيب تصريح اليوم زيادي اللي قالت فيه ضربة معلمية في الحملة الانتخابية تقريب أسفوار، لكن هل هي ضربة معلمية؟ لا أعتقد ذلك لا أعتقد ذلك، لأن نحن في تونس في بلد ديمقراطي عالمي ينشط، بلد مفتوح للميديا للسوشيال ميديا معنا شبكات التواصل الاجتماعي، ولا يمكن إخفاء معنا الحقائق في تونس الجديدة. الحقائق في رؤوس أقلام سريعة. هذه اتفاقية تعملت في 1949 وقت البيع لمدة 50 سنة قابلة للتجديد مرتين كل مرة ب 15 سنة، هذا شكل العقد. وفات الاتفاقية في 99 وقع تجديدها 15 سنة، جينا في 2014 وقع تجديدها المرة الثانية توفى سنة 2029. معنى الشركة هذه مش تتواصل في استغلال الملح في إلى وفوق 1929. الحكومة تبقى ولكن بولو. تجديدها آلي سمع امتدادها آلي لا لا تنفسخ، إذا كان ما توقفتش تنفسخ في سنة 2029 عندما يوجه الطرف المتعاقد أي الدولة التونسية إعلام انذار بفسخ العقد، وهذا اللي تم يعني قبل عشر في قبل 10 سنوات قبل 10 سنوات اللي هو الأجل التعاقد. إذن القرار اتخذ في وقته وهذا تطبيق تطبيق بنود الاتفاقية. معناها دولة تشتغل بطريقة طبيعية وتنفذ البنود متاع الاتفاقيات، مش معناها فتحة مكة أو صنعة معزة، هذا يدخل في إطار الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع المستثمرين الأجانب في شتى يعني المجالات الاقتصادية والاستثمارية. علاش مش رهان استراتيجي؟ الشركة هذه تنتج معدل 1 مليون طن في السنة. رقم المعاملات متاحة شيفر دافير متاحة السنوي 30 مليون دينار، معناها رقم معاملات بسيط جدا تاع معمل متاع ياغورت ولا يصنع في الجبن، وتشغل في 430 عامل. معناها مش ما نحكيوش على شركة متعددة الجنسيات، و 65% مملوك للفرنسيين و 35% مملوك التونس، منهم بنوك عمومية معناها مملوكة للدولة تساهمة في رأس مال الشركة هذه. اللي يهمنا شنو مثل ما تفضلت أنت في المقدمة، أمر يتعلق بملح. شنو اللزمة هذه؟ عقد اللزمة هذه كريت الدولة أجزاء من الملك العمومي البحري دومين بيبليك ماريتيم ديبيا للشركة هذه باش تستخرج الملح من السبخات والبحر. الملح في البحر عمره ما يوفى، ثورة لا تنضب، ما نحكيوش على بترول وغاز والله نهب وكذا ومش توفى ما توفيش الملح. وين فما بحر وين فما محيطات فما يعني ملح. إيه مش رهان استراتيجي، لكن على الأرض التونسية وملح على أرض تونسي. على أرض تونسية، ولكن الإشكال بالله شوف راو العائدات هذه اللي على شيفر دافير هذه بتاع 30 مليون دينار باش نوضحوا حاجة للسادة المشاهدين، راهي خاضعة للأداءات، تخلص في الأداءات على المرابيح كأي شركة مصدرة. هذه حاجة الأولى، معناها فما عائدات لخزينة الدولة من وراء إنتاج واستخراج الملح. هذه نقطة هامة وهامة جدا. النقطة الثانية اللي نحب نأكد عليها، الشركة هذه الكوتيزار هي بيدها طالبة فسخ الاتفاقية. احنا جينا حلينا باب مفتوح أصلا، هي منذ في أكثر من مرة طلبت مغادرة ميدان تطبيق الاتفاقية متاع 1949 للالتحاق بمجلة المناجم الجديدة. علاش؟ خاطر مجلة المناجم الجديدة تعطي حوافز وتشجيعات. في هذه الضجة اللي حدثناها ذكرنا بضجة أخرى كبيرة وقع افتعالها كحملة وينو البترول، اللي أكشيتنا هذيك للمستثمرين الأجانب باسم عدم شفافية العقود، باسم عدم نشر العقود، باسم يعني تراخي الدولة في مراقبة يعني الإنتاج. شنو النتيجة متاحة أستاذ العزيز؟ أنه المستثمرين الأجانب يعني شركات التنقيب وشركات الاستغلال ما عادش ولات تتفادى
المجيء إلى تونس على خاطر المستثمر تموا حاجتين راي. أيه. الدولة القوية ومناخ الاستثماري. ما نعرفش إذا كان فيها يعني علاقة بين بين الموضوع عن الملح وموضوع البترول. لا لا مشيت لك. يبدو أنه ما زالناش حطينا علاقة. حطينا الموضوع في إطار أكبر وأشمل. نرجع لك. طيب سي شرف الدين، أولا إذا كان يكون هذا يقول لك ثم ضرائب مدفوعة من هالشركات هذه، حدثنا فعلا ثم ضرائب، وانه الدوله التونسيه خزينه الدوله قاعده تتلقى منها في اموال. بالطبيعه هي الارباح على الضرائب على الارباح معناتها موجوده، وتبقى الاشكاليه لهنا هل الدوله تقوم بالرقابه وتتثبت من فعليا معناتها الشركات قاعده تصرح بالضريبه كامله. هذه دور الدوله ودور وزاره الماليه في التثبت من قيامها بالعمليه هذه. الاشكاليه هي فما اتوات اللي تدفع كما قلنا الأتاوي هذه واحد فرنك على للهكتار اللي هو ثمن معناتها زهيد جدا، زهيد جدا. نعم. وهذا أثر بطبيعة على خزينة الدولة وعلى المداخيل. صحيح المداخيل ما هيش كبيرة لكن بطبيعة هذا أي مداخيل في الوقت الحالي باش ترجع للفايدة للدولة مهما كانت القيمة متاحة. كما قلت الموضوع بالنسبة لنا احنا كان مع العلم أن الشركة الفرنسوية هي تحتكر يعني تأخذ من تونس وهي اللي توزع في العالم. لا فما شركات فما شركات أخرين شركات تونسية وأجنبية تنشط في نفس القطاع بتاع الملح. لكن نتحدث عن الشركة الفرنسية. الشركة الفرنسية. الشركة الفرنسية اللي تستورده هي لفرنسا أنه في عملية ترويج وتصدير 90% منه ماشي للتوريد. نعم. فما إشكالية لهنا يطرحوها العديد من الخبراء. الملح راهو أنواع، راهو مش الملح كان الملح اللي ناكلوا به الماكلة ولا اللي نذوبوا به الثلج. فما أملاح توليباتري مثلا تاع التليفونات مصنوعة من الليثيوم. الليثيوم هذا منين يجي؟ يجي من الملح، وهذايا ربما نحن نصدروا فيه الكل ونقولوا نحن معناتها ماتير بروت ما غير ما نثمنوا الملح، خاطر إذا نوصلوا نخرجوا منه المادة هذه فما مواد معناتها البوتاسيوم المغنيسيوم هذا الليثيوم تكون عنده قيمة مالية أكبر. للأسف معناتها كيما زيت الزيتونة معناتها نصدروا فيه أنفراك ما نثمنوهوش ونخسروا برشا في عملية التثمين هذا. وهنا سي سمير تظهر قيمة اتخاذ القرار أنه بوقف التمديد للاتفاقية. احنا قلنا أن الشركة نفسها طلبت مراجعة الاتفاقية. نفس الشركة بمكاتبات رسمية للحكومة. طيب كيفاش حاجة غريبة شوية وأنا الشركة اللي هي تكسب أرباح كبيرة من الملح هذه هي طالب. مجلة المناجم هي مجلة استثمارات خاصة بالصناعة والطاقة. نعم. يعني فما حوافز، فما تشجيعات، فما تخفيضات في الأداء معناها على الضرائب، أنه الشركة هذه تجد مصلحتها أكثر في الدخول تحت رقابة مجلة المناجم. هي بدا طالبة يعني المراجعة، والرئيس المدير العام بتاعها اتكلم، يعني اللي هو تونسي رئيس مجلس الإدارة تونسي مع الشركة هذه اتكلم معناها الأيام هذه معناها في الإعلام ووضح يعني هذه المعطيات. احنا غايتنا هنا نحب نعطيه صورة حقيقية وواقعية لهذه القضية بعيدا عن التوظيفات يعني السياسوية لكن سيد سمير نص القرار ما تحدثش على هذا الكل، نص قرار ووقف هو فقط اختصر على قال أنه يعني يقف القرار بتمديد في المرة القادمة. شوف فقط. الحكومة بربي خلينا نوضحوا المسألة هذه. رأوا العقد فما كونترات فما عقد، يقول لك الاتفاقية هذه تتجدد مرتين تجدد مرتين. توفى في أفق 2029. نعم. معنى الشركة ستواصل استغلال الملح إلى سنة 2029. باش توقف الاتفاقية تتفسخ قانونيا تصبح منعدمة نول إنو نافني، وتفتح عروض ربما ليه تولي فتح عروض أبل دفر جديد للمستثمرين الأجانب لاستغلال يعني الملح والانتفاع سواء تونسي أو أجنبي. نعم. يعني ديما العرض الأفضل اللي يوفر مداخيل اقوى يفترض يعني هذا. للدوله هذاك هو اللي هذا. اللي معناها ياخو يعني ياخو او ينتفع يعني بالصفقه. اذا الحكومه وجهت انا في دو ريزيليسيون تنبيه بالفسخ، قلت لها راو في 2029 توفى مهمتك وينفسخ هذا العقد ويقف الاستغلال. صار معناها صار تطبيق بنود اتفاقيه بين الدولة التونسية وهذا المستثمر يعني الكوتوزال.
المهم بالنسبة لي أنا جوهر القضية مش هنا. جوهر القضية في تونس في ظل خلينا نخرج من هذا المربع الضيق اللي حطونا فيه في هالقضية لننتقل إلى مربع أكبر، مربع وطني أكبر، في ظل المؤشرات الاقتصادية مش الحمراء السوداء اللي كشفها السيد محافظ البنك المركزي، كشف على لوحة قيادة نتاع اقتصاد ما نبالغوش في طور الانهيار على جميع المستويات. هذا محافظ البنك المركزي بحكم استقلالية البنك، وننحييه على الشيء هذا، صارح الشعب التونسي بعيدا عن كل اعتبارات معناها سياسية أو سياسوية. الاقتصاد بتاعنا في أمس الحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية، الاستثمارات المباشرة الأجنبية. في ظل هذا المناخ توا المتوتر المشحون، كل واحد معناها يدعي يعني بطولة في الانتصار للثروات الوطنية، وهي قضية حق ونؤيدها وحسمها الدستور أن الثروات الوطنية هي ملك الشعب التونسي وتخضع معنا لسيادة الشعب التونسي والسيادة يعني الوطنية. إذن المفروض الآن هو توفير يعني أوفر التشجيعات لجلب الاستثمارات الأجنبية. ثانيا الرهانات الاستراتيجية، أنا كنت أفضل أنه تفتح لنا ملف آخر حول القطاعات الاستراتيجية خاصة يعني النفط والغاز اللي اليوم مع الأسف الشديد اللي نصرحوه معناها الشعب الانتاج يكاد تكون متوقف الآن بالنسبة للفوسفات وبالنسبة للبترول، وشفنا يعني حاجز تحيط تبنيه معناها على السكة لوقف يعني نقل الفوسفات. أنا كيف جيت وهذه معظم تكررت مع كل الحكومات، مع كل الحكومات تكررت. أنا توا جاي للبلاتو هذية نقرأ والله قريت خبر. أنا نفرح للمغرب الشقيق ولكن أتألم معناها كتونسي بالمقارنة. اليوم نقرأ الخبر توا أنا جيت وفتحت يعني الإنترنت. المغرب حققت في سنة 2018 رقما قياسيا في الصادرات في الفوسفات بقيمة 5.4 مليار دولار. رقم مهول. 5.4 مليار دولار. تونس كانت في المرتبة الأولى عالميا. والمغرب منافس. يا رسول الله والله نحب نتوجه للتوانسة كصرخة وطني. صرخة وطني. حقيقة الثروات اللي عطاها لنا ربي، الفوسفات اللي أولا سعى يوفر الخبز لأهالي قفصة، ونحب نحييهم المناضلين وذوما بربي بربي، ونعرفكم وطنيين نقفوا بالحق بكل صدق، ما عندناش خيار آخر باش الثروة اللي عطاها لنا ربي هذيك تعود بالنفع على الاقتصاد التونسي وعلى جميع الشعب التونسي، وأنا ندعوهم إلى استئناف الإنتاج، لأنه راو القضايا بتاعنا بتاع البطالة بتاع الفقر ومتاع المديونية ومتاع المقدرة الشرائية المنهارة ومتاع الدينار المنهار يمر عبر العمل والإنتاج. طيب وإحنا نحن في حاجة إلى العمل والإنتاج. خلينا حتى ما نبعد بعيد على موضوعنا. سيد شرف الدين، هذا الاتفاق وهذا القرار من رئاسة الحكومة يعني تشوفوا القدس العربي على أنه التعليق يخلق جدل سياسي حول الاتفاقية مع فرنسا، هل ربما يكون فعلا فانه يكون له تاثير سياسي على ما في العلاقه مع فرنسا؟ والله الجمعه التالي ذهب لي رئيس الحكومه في كان في باريس، زيارة في باريس. ما نصورش عنده تاثير، معناتها الحجم نتاع العمليه، معناتها والحجم نتاع الماده هذه والحجم نتاع الصادرات وحجم الشركه الى غيره، ما نصورش بشي نجم نقارنوه بحجم الاستثمارات الفرنسيه اللي تفوق المليارات اللوروات معناتها في تونس كاكبر مستثمر في تونس. ما نصورش بشي اثر على علاقات من موقعي لهنا. ناكد انه العمليه كلها ناكدها مره اخرى اللي هي عمليه رمزيه، معناتها في اطار انه انهاء اتفاقيه بريسك هي الوحيده اللي قعدت من وقت الاستعمار ومازالت متواصله لتو، وممكن الحكومه الفرنسيه تحترم القرار التونسي باعتبار انه قرار سيادي.
معناتها ما نصورش باش ياثر معناتها على العلاقات ولا باش ياثر على الاستثمار الفرنسي. والشركه هذه راه تنجم غدوه زاده ترجع وتقدم عروض، وكما قال السيد معناتها انه هما بيدهم طالبين الدخول في مجله المناجم للتمتع بالامتيازات الجبائيه الموجوده في 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 مجله المناجم. لكن نحن لهنا نحن كتحالف اللي هو التحالف التونسي للشفافيه في الطاقه والمناجم متكون هذا من 13 جمعيه ناشطه في مختلف جهات الجمهوريه، بالاخص الجهات المنجه للثروات الطبيعيه، وتراقب ما يحدث على مستوى وتراقب بالاخص في قطاع الثروات الطبيعيه بالاخص النفط والغاز والفوسفات وبقيه الثروات. نحن ديما نخزروا للمستقبل. توا وقفنا وراء 2019 اخر اجل، معناتها ما نجموش اذا فتناه الاجل هذا باش تتمدد لمده اخرى 15 سنه اخرى بعد 2029، معناتها نحكيو على 2040. معناتها القرار هذا ما نحبوش يزيد نكبروه اكثر من حجمه. هذا قرار كان لازم للحكومه انها تاخذ، معناتها نوقفوا هالمهزله هذه، خليني نسميها انه هكتار استغلال ملح معناتها بواحد فرنك، معناتها حتى كرمزيه ماهوش باهي لصوره دوله، وصوره دوله فيها دستور في 2014 في فصل 13 يقول على الثروه الطبيعيه يقول مهين يعني بصراحه. هذا هو اكثر منه معناتها قيمه ماديه ومداخيل لتونس اللي نحبوه توا وباش نخزر للمستقبل. اولا نحن عنا برشا افلات من العقاب، ولا الافلات من العقاب الخبز اليومي في تونس. معناتها هل يخذي القرار في 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 2004 وفي 2014 ما خذاش زاد قرارات الى غيره، يتحاسبوا الناس هذا اللي سكتوا، خاطر هو تكفي انك تسكت وما تاخذش حتى قرار تتجدد العمليه بصفه ضمنيه. معناتها لهنا اليوم في 2019 الحكومه تكلمت قالت باش نوقف، معناتها اذا سكتت هو العمليه باش تتجدد لهنا اوموا على الاقل ان ناخذوا نفتحوا تحقيق في من سكت على العمليه هذه وكانت عندنا فرصه. ولو نرجعوا شكون تعدى منها الشركه هذه كدي بي دي جي، معناتها معناتها ناس في اعلى مستوى وفي في 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 مستوى قرار عالي، وكلهم مروا بالشركه هذه في كوتيزال. لي بي دي جي اللي مروا بها من السبعينات ولا من الستينات وانت طالع، معناتها كلهم وزراء وكلهم معناتها في اعلى قرار السلطه، باش نبينوا لهنا تداخل في 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 المجال هذا اللي ندعي له نحن لهنا كمجتمع مدني، ابار ان نحلوا تحقيق في من تسبب في التمديد وفي السكوت عن عدم انهاء العمليه هذه. انه في 2029 باش نفتحوا بطبيعه مجال انه الناس تقدم عروض وشركات تقدم عروض باش تستغل هالثروه هذه. نتمناو انه كي تفتح الفرصه باش يقدموا العروض نتاعهم العمليه تكون في كنف الشفافيه وتكون معناتها عمليه مفتوحه، شكون قدم عروض، شنو هي قيمه العروض، ننشروا المحاضر نتاع اللجنه الاستشاريه للمناجم اللي هي نفسها اللجنه الاستشاريه معناتها في جزء المتعلق بالمحروقات، زاد ننشروا العمليه هذه. العمليه كلها لازم تكون شفافه، ولهنا ما نشطرش صديق معناتها الاستاذ سمير على انه المستثمر هارب من تونس على خاطر وينه البترول وعلى خاطر الحملات الكبيره هذه. صحيح وينه البترول تنجم تكون اخذت بعد سياسي، لكن هنا راهو فما برشا المستثمرين يحبوا يخدموا في بيئه شفافه. تصور انت مستثمر، ما تصورش مستثمر يحب يخدم وهو ما يعرفش قواعد اللعبه كيفاش. اذا نحبوا نجيبوا مستثمرين كبار ونجيبوا مستثمرين من مستوى عالي وعندهم اسيس فينانسيير قويه، راهو لازم نوفروا لهم ارضيه شفافه، والشفافيه هذه ما تتم الا اذا نواصلوا عمليه نشر العقود، واللي هي العقود مثلا في قطاع النفط والغاز معناتها منشوره. البروسيسوس نتاع الاكتروا نتاع اسناد الرخص واسناد الامتيازات يكون مفتوح للجميع ويكون مفتوح وتنشر المعطيات. كيفاش شرف الدين تتحدث على الشفافيه ونحن نسمع ونعرف انه تم مئات من الشركات انه فاتحه تسجيل هنا في تونس وهي لا تفعل شيء ولا تعمل شيء، وهذا صار مكشوف ومعروف عند الناس انه مئات من الشركات مسجله في تونس وهي بالاسم فقط شركه ولا تعمل شيء. اذا ما ثماش ماهيش تبحث عن الشفافيه في النهايه، هي شركات اجنبيه هذه نحبوها نحن الشركات هذه. الشركات هذه ها وشنو هي ادت بينا؟ ادت بينا ان نوليو في البلاك ليست، انه صوره تونس معناتها ولات جنه ضريبيه، انه صوره تونس ولات ملاذ ضريبي، انه صوره تونس ولات جنه، وهذا في جانب كبير صحيح، وهذا في جانب لازمنا ناخذوا موقف ونوقفوه. ولذلك على المسؤولين وانهم يكونوا واضحين. هم خلينا أمير، إذا كان يعني الأجل الأول تمدد وفي الأجل الثاني تمدد، هل أن
خلينا نتحدث بن علي، خلينا لأنه سي شرف الدين يتحدث على المسألة، قرار يتخذ في مستوى عالي يعني زين العابدين بن علي، ثم فيما بعد في عهد المهدي جمعة. هل يوسف الشاهد أكثر شجاعة وأكثر وطنية حتى يتخذ القرار؟ والله أنا ما نحبش الشخص على كل حال هو خذ القرار، هم أخذوش القرار، خذ القرار يعطيه صحة وقرار إيجابي ومحمود. طيب كيفاش تفسره أنت؟ هو طبق بنود اتفاقية، ونعاود نأكد الاتفاقية ما عندها حتى صبغة استراتيجية. كيلو الملح في العطار تخرج 350 فرنك، 350 مش حاجة وجاي من البحر، معنى ما يوفيش 350 فرنك. ما كانش يكون من وطنية أنه من البداية التي هي 50 سنة يعني تتوقف العملية؟ توب بربي هاك انت ترحت وضعت ايديك بكري على مربط الفرس. شركتي الوهميه المسجله وهميا اللي هي غطاء تبييض اموالها، عملنا توا قانون استبدال السجل التجاري بسجل وطني اخر لاحكام المراقبه على يعني سير الشركات والتصدي لتبييض الاموال. قضيه راهي في تونس تصوروها قضيه قانونيه، معناها فما تضخم في القوانين اللي وقع التصويت عليها واللي الآن موضوع على رفوف المجلس. راك تجيب أحسن القوانين من النرويج ومن السياد في تونس ما تعطي حتى شيء. مسألة مش قانونية، المسألة تتعلق بإرادة سياسية وسلوك سياسي في التصدي لهذا الوباء الذي ينخر الدولة والمجتمع. وقت اللي تقلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أحالت مئات الملفات معناها للمحاكم، والملفات هذه جزء كبير منها تبخر، قضية كبيرة إجرام في حق الدولة وفي حق الوطن. قضية الشفافية هذه توقعت شعار، ويني في التطبيق؟ ويني في الممارسة؟ ظاهرة التهرب الضريبي، التهرب بمعنى الجبائي، لوباسيتي معناها نشوفه في معناها في ثراء فاحش لا يخضع للقانون الجديد، قانون يعني الإثراء بدون سبب أو قانون يعني من أين لك هذا. المسألة هي في رؤية سياسية. أنا نعتبر أنه الرؤية السياسية الآن مرتعشة ولا تتوجه كالبوصلة في اتجاه التصدي لهذا الوباء الذي يتكلف على المجموعة الوطنية نقاط مهمة في نسبة النمو. وتعريج على قول الصديق منذ حين، انت انا ما تكلمش كتحليل، انا نعطيك معطيات. كيف تشوف الارقام الرسميه نتاع الاستثمارات الاجنبيه تكاد تكون صفر. لماذا؟ لان المستثمر الاجنبي كيف يدخل ساعه ليكرون ساعه يستشير، عنده مكاتب استشارات يعني في تونس. نعم. شنية معناها الاوبورتونيتي، معناها الفرصة طبعا باعتبار وانه يبحث عن الربح. شيء طبيعي، شيء طبيعي اكيد تونس تربح وهو يربح. نعم. لو رابور سي غانيون غانيون، كل الطرفين معناها يربحوا، معناها يشوف مؤشرات يعني سلبية. نعم. تشوف الاعتصامات العشوائية كل يوم لا يخلو معناها اعتصام وقف الانتاج يعني بالقوة. هذه بلطجة وعربدة واستقواء على النقابة واستقواء على القانون وحتى النقابات. واضح. إذن المطلوب هو حزم أكثر من السلطة واتخاذ القرار بجدية كبيرة. إرادة سياسية. نعم. القرار السياسي باختصار. هاو القرار السياسي التاريخي. نعم. الذي ينتصر للوطن ولتونس هو حقيقة اتخاذ إجراءات ملموسة في التصدي للفساد وملاحقة يعني الحيتان الكبيرة للفاسدين. طيب. مش قضية يعني متعمل حتى نختم. سيد شرف الدين باختصار شديد، إذا كان ربما أن نواصل في نفس السياق، أنتم في يعني منسق أنكم في التحالف هذا اللي يهتم بمسألة الشفافية في الطاقة والمناجم، بطبيعة الحال الاتفاقية ما زالوا لها 10 سنين، لكن هل ستراقبون وكيف ستراقبون في مسألة تنفيذ هذه الاتفاقية أو الاتفاقية؟ هو نحن كمجتمع مدني لن نحل محل الدولة ومنعوضوش راهو الدولة، مانيش أنا باش نمشي نعمل كنترول فيسكال ولا باش نعمل نثبت في المداخيلها أو غيره، ولكن مدى قدرتكم قدرتنا أن ديما نحطوا العملية تحت المجهر، نثبتوا مثلا في تونس ما تنشرش المداخيل متأتية من الشركات الناشطة في القطاع النفط والغاز والفوسفات والثروات الطبيعية بصفة
عامة، نطالبوا بنشر مداخيل كل شركة قديش المداخيل اللي تحط اللي تدفعها للدولة ونقارنوا بعملية الإنتاج باش نجموا نتأكدوا إنه الدولة مارست الرقابة الحقيقية أو ضمنت المداخيل. في الآخر راهو الغاية هو شنية، هو إنه نحسنوا مداخيلنا من ثروات طبيعية هذه باش نقلتوا إلى تطبيق، وهذه من المجالات اللي نخدموا عليهم، الفصل 136 من الدستور اللي يمكن انه نستغلوا هالمداخيل هذه لتحقيق التنميه بالاخص في الجهات الداخليه والجهات المنشأة، ويستفيد الشعب التونسي من ثروات بلاده. النهايه هذا نعم. الهدف. طيب اشكرك سيد شرف الدين اليعقوبي منسق التحالف الشفافيه في الطاقه والمناجم، كما اشكرك استاذ سمير عبد الله الناشط السياسي والقانوني، اشكرك جزيل الشكر. الله يخليك. ونلتقي في الجزء الثاني من هذه الحلقه. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الجزء الثاني من حلقتنا، ونتناول فيه مسألة الأمن في تونس. فقد ذهب الأمنيون مرة أخرى الخميس إلى الاحتجاج، التقوا بالمئات في ساحة الحكومة بالقصبة في ما سموه يوم الغضب بتنظيم من النقابات الأمنية، رفعوا شعارات تطالب بتحقيق مطالبهم. ما هي المطالب وماذا تحقق لهم منها وكيف هو الأمن في البلاد؟ نناقش كل هذا، إنما نطالع أولا ما ورد في الجرائد والمواقع الإلكترونية في هذا الشأن، ثم نعود للنقاش. موقع العين الإخباري عنوان مقاله بي: مظاهرة لأفراد الأمن التونسي احتجاجا على تردي أوضاعهم الاجتماعية، وتناول المقال تصريح مهدي الشاوش الناطق باسم نقابة الأمن بتونس للعين الإخبارية اللي قال فيه إنه في حال عدم الاستجابة لمطالب قطاع الأمن فإن أبواب التصعيد مفتوحة ضد حكومة الشاهد. كما أورد المقال تصريح إعلامي لكاتب عام مساعد نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل نسيم الرويسي اللي قال فيه أن المظاهرة الاحتجاجية اللي وصفها بيوم غضب وطني للأمنيين تأتي إثر عدم التزام الحكومة بتنفيذ عدد جوانب من الاتفاقية التي تم توقيعها في 28 جانفي 2016 والتي تتعلق بالجانبين الاجتماعي والصحي. جريدة المغرب كتبت مقال تحت عنوان: من أجل افتكاك الحقوق المغتصبة النقابات الأمنية تحتج أمام قصر الحكومة. موقع المصدر من جهة تكتب: أمنيون في وقفة احتجاجية بالقصبة للمطالبة بحلحلة جملة من الإشكاليات. وتناول مقال كلمة نسيم الرويسي أمام جموع الأمنيين، وهذا بعض مما جاء فيها: أستغرب سقوط شهداء من المؤسسة الأمنية وإصابة البعض بجروح في عمليات إرهابية من أجل الذود عن حماية البلاد، غير أن التعويض المادي يكاد يكون غائبا تماما أو هزيلا. موقع صحفيين تونسيين بصفاقس عنوان مقاله بي: القصبة وقفة احتجاجية لمختلف الأسلاك الأمنية. وتناول المقال لائحة المطالب اللي تتمحور فيه: المطالبة بتسوية ملف الشهائد العلمية بمقتضى أمر حكومي، التمسك بإعادة ترتيب المسار المهني لجميع الهيئات دون استثناء أو تمييز بين عموم الأسلاك، والتسريع في تنفيذ جميع بنود الاتفاقية الممضاة مع الطرف الحكومي خلال سنة 2016 في جانبها المادي والاجتماعي دون المساس بجوهرها على غرار محاولة التلاعب بمنحة التكاليف الإدارية، التطبيق الفوري للأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية القاضية بإرجاع المعزولين الأمنيين على خلفية أخطاء إدارية أو مهنية غير جسيمة، والمطالبة بتوضيح رسمي بشأن المشاريع المحالة على سلطة الإشراف المتعلقة بالقانون الأساسي العام والقانون الخاص بالأسلاك وهيكلة الإدارة العامة للأمن الوطني. الشاهد ناول التصريح ياسين الرويسي للموقع اللي قال فيه: عقلية الأمنيين تغيرت منذ 2011، لكن نفتقد لقانون إرساء أمن جمهوري. الجريدة كتبت في يوم الغضب: عباد الحاج خليفة يؤكد مواصلة التحرك من أجل مطالب الأمنيين. تونس الرقمية قالت: الأمنيون في يوم غضبهم، هيئة بن سدرين انتقامية وهرسلت الأمنيين بكل الطرق. لمناقشة هذا الموضوع معنا في الاستوديو سيادة
النقيب معز الدبابي رئيس الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة. مرحبا بك سيادة النقيب. شكرا أستاذنا سعيد، شكرا لقناة تلفزيون تي في على توجيه الدعوة. أهلا وسهلا بك، مرحبا. بارك الله فيك. ومعنا أيضا زميلنا الجمعي جاسمي المحلل السياسي والكاتب الصحفي في جريدة العرب اللندنية، مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. لو أبدأ معك سيادة النقيب، فيما بعد الثورة الأمني كسب شيء مهم اللي هي مواطنته، يعني أنه فعلا صار يشارك كيف ما كيف كل تونسي المواطنة، لكن أيضا أنه شيء تتكون نقابات والأمن صار يحتج ويطالب وتكون عنده طلبات، هذا ربما شيء جديد، ربما حتى يكثر ربما من وقفات الاحتجاج، حتى أنه جريدة المغرب تقول من أجل افتكاك الحقوق المغتصبة النقابات الأمنية تحتج أمام قصر الحكومة. شنو هي الحقوق المغتصبة للأمن؟ قبل ما نحكي على سعيد على الحقوق المغتصبة، عشان نحب نعرج على حق المواطن الأمني اللي هو حق مازال لحد الآن حق مبتور، مازلنا نتطلع إلى درجة من المواطنة كأمنيين في هذا الوطن، في هذا الوطن، وهذا راه تنحكوا فيه لاحقا على عديد تقريبا الأشياء اللي يعاني منها الأمني في حقه في المواطنة في البلاد هذه. وبالنسبة للنقابات الأمنية، رأي النقابات الأمنية هذه حقيقة ثابتة هي ما بعد الثورة، وراه نظمها قانون ومرسوم وصدرت المرسوم عدد 42 سنة 2011، واللي هو أعطاء حقية للجهاز الأمني في تكوين نقابة أمنية تدافع على منظوريه، تدافع على القطاعات الأمنية بصفة عامة بجميع الأسلاك متاحة في إطار مشروع وقانوني، وقاعدين هما ينضبطوا بالضوابط هذه أكيد، حتى اللي صار في سواء كان من جبهة النقابة الأمنية في القصبة أو قبلهم في النقابة الوطنية أو عديد النقابات الأمنية قاعدة تسير ما ورد بالمرسوم تماما، ولم تخرج تماما على ما هو مخول لها، وهو مكسب كبير بالنسبة لكم أكيد. ومن خلاله وليتوا الطالبوا. طيب شنو المطالب؟ احنا المطالب هذه راهي تختلف تماما على المطالب السابقة، ولا تتعلق بالجانب المادي البحت بقدر ما هي تمس إصلاح منظومة أمنية وتمس هيئات وفئات معينة هدمت حقوقهم داخل المؤسسة الأمنية، وعلى رأسهم وأولهم اللي هو الملف القعد عالق من سنة 2011 حتى إلى 2019، 8 سنوات، والنقابات الأمنية تتفاوض عليه، هو تسوية المسار المهني وتسوية المسار الوظيفي لأصحاب الشهادة العلمية. احنا عندنا نخب داخل المؤسسة الأمنية وناس عندها مستوى دراسي ويخول لها باش تتقلد عديد المناصب داخل الوزارة الدينية وتعطي البلوس، تعطي الإضافة. مالوريزمون الناس هذوما متحصلين على شهائد عليا، اللي عنده ماستر، اللي عنده متريز، اللي عنده هندسة، اللي عنده شهائد العديدة، وجيت تشوفهم أنت فانا سلم وظيفي يخدمه لا يرتقي صراحة، لا يرتقي. وهذا مطلب قديم جديد، هذا مطلب قديم ولكنه أدرج في ملفات سابقة وأحيل على التسويف وتملصت منه تقريبا جميع الجهات بما فيه الحكومة في حد ذاتها، الحكومات المتعاقبة تملصت من هذا الملف. أي تقول تسويف ثماشي حجج، شنو تقدم الحكومة؟ أكيد الحجج تقول لك احنا سننظر في المشروع هذايا في إطار مشروع قانون. وإذا أنت من 2008 من 2011 قاعد تنظر في مشروع قانون، مشروع قانون يمر كما تعرف مشاريع القوانين في تونس تمر بمراحل شائكة ومتعددة، ومنها تطرح على في قلب مشروع ومشروع يقع المفاوضة عليه ويقع مناقشته على مستوى وزارة الداخلية مع الأطراف المتفاوضة، بعد يمشي على مستوى قانون مشروع للمجلس النواب وشوف وقتش ينظروا فيه، ومن بعد يتحل رئيس الحكومة، ياخذ وقت كبير برشا، واخذ أكثر من وقت وما صار فيه حد شيء. جاء الوقت قال لك احنا الطبقة هذه رنا اقلقنا وفدينا من التسويف، وجاء الوقت كما سويت جميع الملفات العالقة في جميع الهياكل والقطاعات. نعم. وهذوما نخبة كما قلنا، وهذوما ناس قراوا 20 و22 سنة، معناه هو يقرأ باش أفلخ. شفنا في قطاع التعليم صحيح. وغيره معناها لهنا جاء الوقت باش بالحق الحكومة في حد ذاتها وصلت الأشراف تنظر بجدية لهذا الملف
وبدون وعود اللي هي تخلينا ديما في المأزق هذايا. طيب شو المطالب الأخرى؟ به أبار الشهيد العلمية اللي هي إن شاء الله حسب الاتفاق مع رئاسة الحكومة أحيلت إلى رئاسة الحكومة لإقرار أمر حكومي وليس مشروع قانون يتعدى بمجلس النواب وش ياخذ وقت كبير برشا. وحسب اللجنة المفاوضة للنقابة الأمنية تعهدت رئاسة الحكومة بتسوية الملف قبل نهاية 2019 إن شاء الله في إطار هدايا، ويلزم يحرصوا جميع الأطراف سواء كان الهيئة الإدارية ممثلة في وزارة الداخلية أو النقابة الأمنية على إصدار الأمر قبل بداية الانتخابات التشريعية والرئاسية، على خاطر وقتها ديجا وفيها كل شيء، ولربما شنو ننظروا في ملف آخر مع حكومة جديدة. هذا بالنسبة للشهادة العلمية. بقية الملفات الأخرى اللي هي تتعلق بتسوية المسار المهني. المسار المهني أكيد عنا ناس كما قلت لك قاعدين يخدموا ويقدموا في خدمات جليلة للوطن هذية، وقاعدين مضحيين وقدموا بالحق، وصلنا قدمنا دم برشا دم للوطن هذايا من أجل عزة الوطن. يظهر لي مش خسارة فيهم باش تسوي له مسار مهني متاع إنسان تلقاها باشلي خذ الباك متاعو باش يتعدى أنت إلى رتبة ملازم تويكا على 19 سنة، غيره يقرأ 4 سنين يأخذ أستاذية هي رتبة ملازم، معناها اللي هو يعملوه في مستوى الجامعات على 4 سنوات يعملوا هو على 19 سنة. حبينا احنا واقترحنا كسواء كان نقابة أمنية او احنا كجمعيات ذات صبغة أمنية على تسوية المسار المهني على 17 سنة بالنسبة لهيئة ضباط الصف. وكيف كيف عندنا هيئة الرقباء اللي هي المخزون الرسمي بتاع وزارة الداخلية بتاع الخدمات، جميع الخدمات اللي قاعد انجازها في الخدمات الأمنية نحكي صورة راع ميدانيا هي هيئة الرقباء. وهيئة الرقباء قلت لك أنا جاء الوقت وباش تسوى وضعيتي، ووصلوا الاتفاق أولي مع وزير الداخلية في مرحلة أولى ووعد بتسوية الملف هدايا في أقرب وقت مع إيجاد صيغة قانونية لتسوية الملف هدايا. هدايا فيما يخص لإعادة المسار المهني وفيما يخص الشهيد العلمية. توش نمشي للمطالب اللي هي العامة. اختصار شديد. مطالب العامة. لا هي مهم المطالب العامة فاش تمثل. في عناوين. تمثل في إصلاح المنظومة الأمنية من قوانين. وهذه أهم 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 نقطة اللي إحنا الأمني قالك أنا ما عادش محمي بالتشريع الموجودة حاليا. قانون عدد 70 عمره 70 سنة لا يستجيب. لا يستجيب للمرحلة مقتضيات المرحلة الجديدة. صحيح. وما هوش أكل القانون اللي نجم يخلي الأمن يخدم بأريحية. القوانين الخاصة المنظمة للأسلاك كيف كيف. على مستوى الهيكلة، حتى على مستوى الهيكلة داخل الإدارات العامة وداخل الهياكل يلزمها إعادة نظر. احنا نخدم مثلا في سلك الحماية المدنية، ثم مشروع متاع إعادة هيكلة الحماية المدنية على أساس 4 أو 5 إدارات عامة عنده 5 سنوات يتراوحوا في رئاسة الحكومة. مازال ما نظروش فيه، وقت اللي هي ثم طموح شرعي متاع ناس خدمة ماذا بها تتدرج على مستوى الوظيفي متاعها. نعم. هذا على مستوى إعادة ترتيب الهيكلة والمنظومة ككل. كما قلنا عن القانون عدد 50 اللي هو قانون مهم جدا، التعويض على حوادث الشغل بالنسبة للأمنيين. وتلاحظوا اللي أنت الأمني راهو في الميدان راهو معرض. طيب نرجعوا له هذا ربما بالتفصيل. خلينا نمشي الجمعية. يعني إذا كان الأمني صار عنده مطالب بهذا الشكل والمطالب فعلا يخرج من أجلها أنه يحتاج، وين الخط الفاصل بين أنه يحتاج ويكثر من الاحتجاج وفي نفس الوقت أنه أداة في يد السلطة التنفيذية عليه أن ينفذ أوامر وأن ينضبط؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي يجب أن تركز عليه جميع المقاربات في سياق محاولة إيجاد حلول مناسبة لهذا الجهاز الحساس والدقيق والذي له دور هام. أولى الملاحظات التي أريد أن أسوقها أن رجل الأمن التونسي لم يستعد مواطنتهما بعد ما سمي بالثورة. رجل أمن كان دائما هو مواطن بدرجة أنت تتوافق جزئيا هو يكون جزئيا لأنه لم يعني لأنه ما بعد الثورة هذا رجل الأمن ورغم الخدمات الكبيرة الذي قدمها للوطن تمت شيطنته بأسوأ العبارات وأسوأ الهجمات التي تعرض عليها طيلة 3 سنوات متتالية منذ العام 2011 إلى غاية العام 2013. تخللتها محاولات لتهشيم المؤسسة الأمنية
الأمر الذي جعلنا في هذه الحالة من الرداءة رغم النجاحات التي تحققت خلال السنوات القليلة القادمة في محاربة الإرهاب، هذه الظاهرة التي برزت ما بعد 2011، وكذلك أيضا الجريمة المنظمة التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة جدا. تهشيم من شكون؟ هناك قوى عملت على تهشيم المؤسسة الأمنية. القوى شكون؟ هل هي أحزاب؟ هل هي السلطة نفسها؟ هي هل هو المواطن؟ لا لا، هناك قوى لها أبعاد حزبية رأيناها في العام 2012 كيف سعت إلى محاولة تهشيم هذه المؤسسة وأفراغها من كوادرها إلى الدرجة التي أوصلتنا إلى هذه الحالة. وهذه مرحلة يعرفها رجل الشارع التونسي وكثير منه يعيد حالة النقص الأداء العملياتي في مواجهة ظاهرة الإرهاب إلى تلك الحملات الشيطانية التي تعرضت لها المؤسسة الأمنية، وخاصة كما قلت إفراغها من الكوادر التي راكمت الخبرة والتي كان يمكن أن تقدم تلك الخبرة إلى الجيل الجديد الذي سيندرج في إطار ما سمي، وأقول ما سمي، بالأمن الجمهوري، لأن الأمن الجمهوري لا يمكن فرضه بنصوص قانونية أو على الورق، وإنما هي تجربة يجب مراكمتها بتراكم التجربة السياسية ومدى وعي الأحزاب السياسية بأهمية هكذا مؤسسة. عملية يجب أن تكون متوازية بوعي حزبي سياسي على مستوى السلطة التنفيذية ووعي من رجل الأمن الذي رزخ في فترة 23 سنة أو أكثر تحت ستار محدد حديدي، لكن كان الشعار هو حماية الوطن وليس حماية الأشخاص. الآن تحولنا منذ العام 2012 إلى مؤسسة تخدم حزبا بعينه في سياق مشروع وأجندة رسمت في العملية السياسية. الآن بدأت هذه المؤسسة تستعيد نوعا ما عافيتها في سياق الابتعاد من خلال ترك مساحة بينها وبين الأحزاب رغم أنها ما زالت مؤثرة إلى غاية الحين. لذلك رجل الأمن هو مواطن بدرجة أساس يتعين على السلطات التنفيذية وكذلك أيضا السلطة التشريعية أن تراعي التحولات المجتمعية في البلاد أولا، وأن تراعي التحولات السياسية ثانيا، وأن تعمل على إيجاد الحلول المناسبة. لكن أن يخرج رجل الأمن وهو حامل لسلاح وهو ضامن الأمن والاستقرار في البلاد في مظاهرات احتجاجية أو اعتصامات أو احتجاجات، فذلك يجب أن يدق ناقوس الخطر. ناقوس الخطر المسألة تصبح في غاية الأهمية إذا تم ربطها بمبادئ الوعي ورجل مسلح. فنخشى في ظل حالة الهشاشة السياسية الموجودة أن يتطور الأمر إلى المحظور الذي لا يريده أحد. لذلك أقول ناقوس الخطر يجب أن يدق على الفاعلين السياسيين البحث عن تسوية بعض القضايا الحيوية الحساسة التي لا يختلف أحدا حول مشروعيتها من خلال تسوية الوضعيات المادية، من خلال المسار المهني إلى غير ذلك، لكن حذاري لأن المؤسسة الأمنية ديدنها الأساسي هو الانضباط، وبدون انضباط لا يمكن الحديث عن مؤسسة أمنية، لذلك لابد من الحذر. طيب بالله أعرج على النقطة مهمة جدا، فضل. ما نجموش نمر بدون ما نعلق عليها. شكرا للسي جامعي على التفاعل وعلى معاناة الأمنية هذية بطرق منه. يبقى حاجة برك سي جامعي، لا خوف على البلاد من جهاز مسلح هو درع للوطن وأثبت تيلة مراحل الثورة بأنه حامي وفادي الوطن بدمه وماله وجهده وعائلته. معناها والتجربة هذه راهي ليست حديثة، معناش كوننا اليوم النقابات الأمنية باش نخافوا على جهاز مسلح يمارس الاحتجاج أمام وزارة الداخلية أو رئيس الحكومة. طيب لكن نسيت نقيب، الشاهد تقول لك أنه
عقلية الأمنيين تغيرت منذ سنة 2011 لكن نفتقد لقوانين إرساء أمن جمهوري. نعم طيب. هذا متفق. هذا هو هل القوانين متوفرة أنا... إذا كان هي الإرادة من الأمنيين موجودة ربما نكون موجودة هوني حطينا لكن الإطار القانوني متوفر حتى يتحرك في إطاره هذا الأمني نقول ونسمه الأسماء بمسميات هنا أنت حطيت إصبعك على الداء الأصلي الأصلي في عقيدة الأمني ليس هو ثقافته أو موروثه أو عقيدته اللي هي ذات تابع ديكتاتوري أو تابع تعسفي أو تابع آخر على خاطر قاعدين نشوفه في سلوك أمني في مناسبات معينة يرتقي إلى درجة الاجتماعي في سلم كبير جدا وشفناه هذايا سواء كان من وحدات الأمنية سواء كان من شرطة أو حرس في تدخلاتهم مع برشا مواطنين وفي مساهمتهم في حالات اجتماعية تخص بعض المواطنين نعم. أو شفناه في سلك الحماية المدنية في الكوارث الطبيعية وشفناه في الحالات هذه في فيضانة نابل مثلا الأخيرة نعم. شفنا سلوك أمني وطني بامتياز جدا نعم ما في حتى نقاش العقلية يلزمها أرضية ويلزمها قوانين ويلزمها تشريع قانونية مهمة جدا أنا نشوف وبصراحة معناها أؤكد اللي ثم فراغ تشريعي على مستوى المؤسسة بمعنى فراغ التشريعي حتى التشريع الموجودة لا تستجيب كما قلت لك ولا ترتقي لعقلية الأمن الجمهوري على خطر حتى أنت في التسلسل في استعمال القوة ما زلنا نخدم بقوانين سابقة وقديمة حتى في سلوك الأمني مع المواطن راه لربما احنا حتى في إرساء للجمعية الجديدة هذه اللي هي الرابطة الوطنية للأمن المواطنة اللي هي تسعى باش تحسن العلاقة والصورة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع المدني والمواطن أينما كان معناها قاعد تخدم الأكثرية على موروث موروث قديم معناها قاعدين احنا نخدم موروث راه يخص الجهتين يخص المؤسسة الأمنية في عوانها وإطاراتها اللي هي قاعدة الحمد لله كما قال لك ترتقي إلى درجة الشفاء ولدرجة اللي هي تعطي ثقافة الأمن الجمهوري وعقلية المواطن اللي هو يلزمه يكون يتقيد بالقوانين ويتقود بالضوابط الموجودة في المحافظة على قوانين الدولة وهيبة السلك والمؤسسة على خاطر نشوفه احنا في ذلك قاعدة تصير على الأمنيين بفظاعة معناها ما عاد ثم رهبة ما عاد ثم خوف ما قلتش من البوليس أنا على الأقل من اللي هو مسؤول على تنفيذ قوانين هو سلطة تنفيذية لسنا احنا كمؤسسه امنيه من نشرع في تشريع القانون تحب تحتاج عليه امام مجلس النواب نعم. ورجال القانون احنا سلطه تنفيذيه ننفذ القوانين وليس التعليمات ما جاء وهذايا نعم. وهذايا الاهم وهذايا الرساله اللي قاعدين نوجهها سواء نقابات امنيه او جمعيات الى زملاء الامنيين كفانا من عقليه التعليمات اللي خارجه على اطار القانون التو خاطر الوزاره الداخليه كما قال لك بمنطق الانضباط تخدم بمنطق التعليمات اللي هي ساعات تكون تعليمات تخلف كوارث طبيعيه واللي صار في سليانة والرش وما تابعه وكذا هذاك عينه من العينات اللي هي ما تماش منظومه واضحه ما تماش تشريع اللي هي تعطيني على الاقل باش نخدم في اريحيه ومنهم اللي هي كانت قرار سياسي كانه يعني قرار سياسي وحتى انت في التشريع الجديده لازمك تشارك اهل الاختصاص ما تعمليش قانون نتاع استعلام برجال متاع استشراف ومتاع بحث خارج المؤسسة الأمنية اللي احنا اللي قاعد يصير تويك قانون متاع الاستعلام مش يعرض معناها مجرد إبداء رأي عملت فيه وزارة الداخلية وعطت فيه توجه أما عملته الناس خارج الإطار هذايا يزمك تشرك ولاد السلك هذايا وتشوف انت ايش هي التوجهات الجديدة راهو عنا ناس نجم تبني عليهم وناس بدرجة مواطنة ودرجة حب للوطن كبيرة وكبيرة جدا طيب. داخل المؤسسة الأمنية سيد الجمعي من خلال الكلام اللي نسمعوه توا وكأنه العلاقة بين الأمن وصاحب القرار في مستوى القرار السياسي هي علاقة غير واضحة لا يمكن أن يكون هذا فعلا للتظاهرة الأخيرة اللي صارت في القصبة وكأنها فعلا نوع من استعراض القوة عنه نحن من خلال نقاباتنا وهو تجمع وإئتلاف للنقابات على أننا موجودون وندافع على حقوقنا إذا كان يا سلطة سياسية أنت ما كش بتمشي معنا إحنا ربما إحنا أيضا عنا سلطة ونفوذ يعني باعتقادي لم يصل الأمر إلى هذه الدرجة بقدر ما تم
هو عبارة عن رسالة سياسية في سياق تراكم العديد من مشاكل في هذا الجهاز بالتحديد التي لم تلقى الاهتمام المناسب من السلطة التنفيذية أو حتى من السلطة التشريعية في مسعى لمحاولة تسويتها أو إيجاد أرضية مناسبة لإيجاد الحلول لها. ما تم هو رسالة بالتأكيد إلى السلطة التنفيذية. لا أتمنى أن تصل إلى ما ذهبت إليه، لأننا سنكون بذلك قد اقتربنا كثيرا من المحظور الذي لا أريده ولا يريده الشعب التونسي ولا أي كان، وباعتقادي حتى رجال الأمن لا يريدون الذهاب إلى ذلك الحد. المسألة باعتقادي معقدة بتعقد واختلافات المشاكل الموجودة في المشهد السياسي. هذه المؤسسة جزء مهم ومؤثر في المشهد العام في البلاد بأبعاده المختلفة، وهي أيضا لها مهمة في غاية الخطورة، وهي الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن، وبالتالي يحتاجها رجل السياسة كما يحتاجها رجل الاقتصادي كما يحتاجها بدرجة أساس المواطن. بدون هذه المؤسسة لا يمكن الحديث عن تنمية، لا يمكن الحديث عن استثمار. الأمن هو الطريق المناسب لجلب الاستثمارات، بالتالي رجال الأمن يعون ويدركون أهمية الدور الذي يقومون به، والسلطة التنفيذية تدرك ذلك لكنها لم ترتقي في تعاطيها مع هذه المؤسسة إلى الدرجة التي يستدعيها أمر الواقع. لذلك رأينا مثل هذه الخلافات. أنت تتحدث عن الأمر المحتمل وعلى الأماني ربما سيد الجمعي، ولكن أيضا من بين الحقائق، وأنا أذكر أنه واحد من قيادات النقابية الأمنية من داخل النقابات الأمنية قال بالحرف الواحد على أن هذه الاحتجاجات مدفوعة الثمن. معنى هذا أنه ممكن الأحزاب السياسية أيضا والسلطات ربما في موقع ما أيضا تتلاعب ربما ب يعني حاولت كثيرا تجنب التدخل الحزبي في إطار العمل. إذا كان ثم واقع لازم نقوله، إذا كان لكن تصبح هناك خطورة، لأن توظيف المؤسسة الأمنية التي عانينا منه خلال السنوات خلال السنوات الماضية وقلنا أن تلك مرحلة يجب تجاوزها ومحاسبة من كان وراءها في إطار إغراق المؤسسة الأمنية بالموالين أو بالمحسوبين على هذا أو ذاك في سياق سياسة ممنهجة للإحكام على مفاصل الدولة عبر المؤسسة الأمنية. الآن إذا كان هناك من يريد تحريك المؤسسة الأمنية في سياق التجاذبات السياسية والحزبية ونحن على أبواب الانتخابات، فهذه مسألة خطيرة يتعين على الجميع التصدي لها بكل أوتية. وهنا دعوة إلى النقابات الأمنية، إلى رجال الأمن بشكلها، أن نأي بهذه المؤسسة عن كل تجاذب سياسي أو حزب، لأن في ذلك خراب لمصالحهم ومسيرتهم المهنية، وكذلك أيضا خطر محدق على أمن البلاد. طيب خلينا لحظة نرجع لك خلينا نذهب إلى فيتيار. احنا كنا تابعنا من خلال الكاميرا تلفزة تي في، ذهبنا إلى هذا الاحتجاج اللي صار في القصبة ثم عدنا بالتقرير التالي. نفذ عدد كبير من الأمنيين يوم الخميس بساحة الحكومة بالقصبة يوم غضب شمل كامل الأسلاك الأمنية ودعت له الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية، وشارك في يوم الغضب نقابات السجون والحماية المدنية والحرس الوطني والأمن العمومي والمصالح المختصة والإدارة العامة للتكوين، واللي تجمعوا في القصبة لرفع جملة من المطالب أهمها الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها من الطرف الحكومي سنة 2016. فما عديد نقاط أخرى على غرار إصلاح المنظومة الأمنية، منها القانون الأساسي، منها قانون حوادث الشغل، الصندوق قانون حوادث الشغل اللي القانون هذا من 2013 اليوم الصندوق متاعه معناها ما فيه حتى مليم للتعويض للشهداء والجرحى والناس اللي قاعدة تقاوم في الإرهاب، اليوم ما عندهم حتى تعويض، ما عندهم حتى صندوق يكفلهم، عائلات شهداء للناس اللي ضحاوا بولادهم والناس اللي توا ما عندهمش حتى تعويض. هذا
إلى جانب إصلاح بعض الإدارات في صلب لدار العامة لواحد التدخل على في الصلب لوزارة الداخلية على غرار إصلاح التعاونيات، إصلاح ديوان السكن. فما اتفاقية إطارية، وهذه أهم تقريبا من أهم النقاط، اتفاقية إطارية من 2016 28 جانفي في 2016، فيها جزء من البنود متاع الاتفاقية هذه لحد الآن ما تمش تنفيذه. هذا بتلك أو ربما من السلطة أو ما لناش فاهمين لحد الآن. والفع الأمني وانشعارات طالبت بالتسوية النهائية لملف الشهيد العلمية وإعادة ترتيب المسار المهني إلى جانب المطالبة بسند قانون أساسي عام، وجدوا المطالبة بتوفير التشريعات الضرورية لحماية الأمنيين خلال القيام بواجبهم المهني. الشهيد العلمية حق حق والشمسية، الشهيد العلمية حق حق والشمسية. النقابات الأمنية أكدت وجود حل كفيل لفض الإشكال. رأي مطالب مهنية واجتماعية وليست بالمطالب المادية، وصلنا في مرحلة من المراحل إلى حلول توافقية بين جميع الأطراف المداخلة من سلطة الإشراف أو من الهياكل النقابية أو ممثلي الأمنيين، لكن مرعنا إلا وسلطة الإشراف تسعى إلى تعويم هذه المواضيع. الشيء اللي ولد الحالة هذه اللي تشوفوا فيها، احنا حماة العرين يحبوا يقدمونا صورة نمطية للأمني. الأمني هو إنسان البوليسية ستانات الرتيل، إنسان فاشل محدود مستوى التعليمي محدود مستوى الثقافي. احنا لا، احنا حماة العرين، احنا ناس عنا أصحاب شهيد علمية تتجاوز نسبة كبيرة، معنا تتجاوز 9000 و 10000 زميل معني بملف الشهيد العلمية والتقنية. احنا عنا ناس تواجه يوميا في الموت، هذاك واجبنا. يوم غضب الأمنيين انتهى بجلسة تفاوضية بين أعضاء من الحكومة ونقابيين أمنيين، جلسة من المفترض أنها تكون حاسمة خاصة مع تواجد غضب كبير في صفوف الأمنيين الرافضين لوضعهم الحالي. سيادة نقيب، وأنتم يعني تترأسون هذه الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة، نتحدث عن العلاقة بين المواطن والأمني. شفنا الحالتين، شفنا أنه الأمني يتعرض إلى الاعتداء، مثال حادثة بنزرت شهيرة معروفة أنه شخص يضرب بوليس، ولكن شفنا البوليس ايضا اللي يشتكي منه المواطن. ومن بين هذه الحالات انا من مده نسمع برشا من على الحكايات، ولكن من مده سمعتها في اخر شيء في اذاعه يقول انه شو كل مره واحنا 5000 10000 5000 10000 يزي عاد فدينا. اذا ثم سلوكيات ايضا اللي يشتكي منها المواطن واللي ما تليقش بامن جمهوري يامن وطني. احنا في الإطار هذايا سعى كأنا كنشط جمعياتي وخاصة اللي هي الرابطة الوطنية تضم أمنيين وتضم أطياف من المجتمع المدني، وقفنا على حقيقة أنا أنزه النقابات الأمنية أن تكون لها أجندات سياسية في التحرك متاعها. هذايا مطلب متاع قواعد طبقاته ومطلبية متاع جميع القواعد الأمنية، ولا شأن لها بكل ما هو تدخل سياسي في إطار النقابات، لربما يكون في إطار آخر أما في داخل النقابات أنا أنزه جميع النقابات الأمنية. نعم. نرجع للسلوكيات الأمنية، السلوكيات الأمنية أو سلوكيات متاع المواطن هي في علاقة متاع ممكن دائمة ويومية. بالضبط، وإحنا نشوفوها من الطرفين من جهتين. هو لا معنش نكونوا إحنا لافيون روز ولا إحنا في بلد آخر فيه دي الحرية والديمقراطية، أكيد ولكن نحتاج إلى ثقافة جديدة. سلوكيات راهي فيها بعض الإخلالات حتى على مستوى الأمني، وأحنا لهنا ديما ندوا بهالسلوكيات هذه ونقولوا كل من تعلقت به أي تصرف لا يليق بالمؤسسة الأمنية يتحمل مسؤولياته القانونية والإدارية في الإطار هذايا. أحنا ما نجيش باش نبيضوا أي أفعال هي ما تليقش بالمؤسسين وما تليقش بالأمنيين، وش نتصدىوا كل سلوكيات الأمنية. أبقى في المقابل ما نعرفش، ربما تحتاج إلى إثباتات، دائما هي تحتاج إلى إثباتات، ولكن هل العقاب موجود؟ أبار الإثباتات، العقابات موجودة، بل بالعكس احنا أكثر ناس قاعدة تعاقب على مستوى الوظيفة العمومية في تطبيقهم لواجباتهم هم المؤسسة الأمنية. أكثر وحيد قاعدين يتحالوا على القضاء هم المؤسسة الأمنية. معناها احنا في مرحله ثانيه ما يكون احنا حتى ما نكونوش في الاكستريم هذا والاكستريم هذا. صحيح. لا، ما نخلوش المؤسسه الامنيه اللي هي تكون اللي هي السلطه الحاكمه واللي هي تحكم في كل شيء ومحمي، معناها عنده غطاء يحميه. لا، ما حاجتش بشيء هذا، وما تكون زادة كيف سيبلي، ما تكونش اللي هي مستهدفه. اي انا نشوف قريت مره في مقال في جريده لا فايده في ذكر الجريده،
القبض على أخو أمني بيده جهاز بورتابل مسروق. ما دخل أخو الأمني بالجهاز المسروق؟ معناها هنا ثم إساءة، ثم إساءة مقصودة تولي، معناها هنا ما نوصلش للمرحلة هذه، لا ثم سلوكيات هذه. وخاصة هنا من حق المواطن يحتج على الظروف الاجتماعية، لكن ليس من حق المواطن باش يستهدف عون الأمن باش هو يخلص الضريبة هذه. هذه سياسة الدولة، ما هي سياسة راهو احنا نعانيو كيفك، راهو عون الأمن راهم يعيشوا في طبقة كانت متوسطة تو تزيد تحت شوي، ما عادش متوسطة، ما عادش حتى لحد شيء عون الأمن، راهو نفس المعاناة تعينها أنت والنفس اللي تو كي زادوا فاتورة الضوء وزاد الماء والتيمام وكذا أكثر واحد أكيد المطلوب إيه؟ بس منه الأمني، الأمني على خطر هو أكثر واحد مع الطبقة المتوسطة في الوظيفة العمومية اللي قاعد يدين وقاعد يأخذ في قروض وبتبيعش يتمس هو بدرجة أولى. والسؤال هو كيفاش ممكن يكون الاحترام متبادل بين الاثنين وكل هو الاحترام دوره والأمن ما يكونش إذا ينفذ القانون مش صح يملك السلطة. احنا ديجا هذاك اش قلنا ايه؟ احنا الامني راهو امني في اطار العمل نتاعه والسوايع اللي يخدم فيهم كامني، من بعد يرجع مواطن له نفس الحقوق وله نفس الواجبات وما عنده حتى امتياز خارج اوقات العمل نتاعه. بالضبط هذا ما عنده حتى امتياز. والمواطن مطالب باحترام هيبة المؤسسة. بالضبط ما تخذلوش البوليس على اساس اللي انت عندك معاه ورثة قديمة وما يتبدلوش وبوليسية بيهم وعليهم وكذا، ما تنعتوش بحتى نعت اللي هي غير انساني. على الأقل أمواء حاول تتعاون معاه وحاول زادة كيف كيف، ونداء موجه للأمنيين راهو مرفق عمومي المؤسسة الأمنية وتقدم في خدمة المواطن ومن حق المواطن باش يلقى استقبال طيب ويلقى معاملة طيب. طيب جمعي حتى نختم، إذا كان هذا تحدثنا في العلاقة بين المواطن والأمني، لكن أيضا المهم ربما الآن هو دور الأمني في حماية البلاد. احنا مقبلين على مرحلة واحنا عايشينها وربما ما زلنا باش نعيشوها أكثر أمام حالة الإرهاب الجوال هذا اللي نشوفوه، هل 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 من مرحلة ربما دور أكبر أو دور أوسع يكون في 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 المرحلة الجاية؟ يعني دعني أشير إلى أن المؤسسة الأمنية التي قلت أنها بدأت تستعيد عافيتها خاصة فيما يسمى بالعمل الأمني الوقائي أو الاستباقي، حيث نجحت في تحقيق العديد من العمليات التي أقول أنها ناجحة في سياق هذا الشكل التكتيكي من العمل الأمني. التحديات الراهنة والآتية خطيرة جدا، وعلى المؤسسة الأمنية بمختلف فروعها وأجهزتها أن تكون على أهبة الاستعداد، لأن هذا الإرهاب الذي لا وطن ولا دين له سيدخل في إطار موجة أخرى، وكل التقارير الاستخباراتية الأمنية الدولية والإقليمية تشير إلى أن منطقتنا الجغرافية ستكون مقدمة على موجة جديدة في علاقة بما سمي بعودة الإرهابيين من بؤر التوتر، خاصة إذا رأينا الآن اليوم في هذه الأيام انطلقت العمليات في معركة إدلب في سوريا، معركة إدلب في سوريا، وكما تعرفون أنه في هذه الرقعة الجغرافية الضيقة يتواجد العديد من الإرهابيين من جنسيات مختلفة بمن فيها وهي آخر أكبر تجمع في سوريا، آخر المعاقل التي يمكن أن يتم بعد ذلك ترحيلهم إلى أماكن أخرى. ويبدو أن منطقة الساحل والصحراء هي الجغرافيا المرشحة لاستيعاب وفق مخططات تستهدف بالأساس باطن تلك المنطقة، وأقصد بذلك الإيرانيوم والبترول الموجود في مالي وفي تشاد وكذلك أيضا في جنوب ليبيا. بالتالي هناك مخططات للإبقاء على تلك المنطقة في جنوب الساحل والصحراء، منطقة هشة رخوة، حتى يسهل لتلك القوى الأخرى من نهب وامتصاص تلك الخيرات. لكن تأثيرات ذلك دون شك سيكون قريبا على تونس بالنظر إلى جغرافيتنا، خاصة في ارتباطنا بليبيا والانتشار الكثيف للسلاح، وكذلك أيضا انطلاقا بتواجد عدد كبير من التونسيين الذين كانوا في العراق وفي سوريا والذي ينتظر أن يعودوا، خاصة وأنه رسميا تبين أن نحو 10% من هؤلاء وصلوا إلى البلاد
في حين أننا نفتقد إلى خطة استيعاب وكيفية التعامل مع هؤلاء. نعم. التحديات خطيرة وعلى المؤسسة الأمنية أن تكون حاضرة استعدادا استخباراتيا وقائيا لتجنيب البلاد من أي خضة أخرى. انتهى الوقت. أشكرك سيد جمع القاسمي المحلل السياسي والكاتب في جريدة العرب اللندنية، كما أشكرك. مش عارف عندك والله باختصار شديد جدا، باختصار شديد بعض النقاط اللي هي ما ذكرتهمش من النقاط اللي حكينا من قبيلة بعجالة. ايه؟ جست باش الميساج نبلغوه لزملائنا اللي راهو حاليا قاعدين، سواء كان نقابة أمنية أو احنا كمنظمات مجتمع مدني، قاعدين عندنا ملفات عالقة كما هيكل ديوان وطن الحماية المدنية أو بعض المنح كما منحة العدوى ومنحة الخطر، كما زاد كيف كيف عنا زملائنا المتقاعدين ما تمتعوش بعديد المنح، إن شاء الله سيقع إدراج للمنح هذوما في أقرب وقت، كما إعادة هيكل كل ما هو تعاونية متاع الأمن الوطني والسجون الإصلاح أو تعاونية الحرس الوطني والحماية المدنية في إطار منظومة جديدة، وإن شاء الله القادم خير. وخذيتوا فيها وعود من الرئيس الحكومة؟ أكيد عنا بعض الوعود في الإطار هذا، وما زال النظام متواصل في الإطار هذا. أشكرك، شكرا نسية النقيب معز الدبابي رئيس الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة، أشكرك جزيل الشكر، كما أشكرك مجددا الجمع القاسمي، وأشكركم مشاهدينا على المتابعة، وهذه تحيات سعيد الخزامي مع شكر للفريق التقني الذي أمن هذه الحلقة. إلى اللقاء.